السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة For Geek Size Only. معكم إياد The Geek From The Middle East. اليوم بتكلم عن جهاز النينتندو كولر تي في اللي طلع قبل جهاز الفاميلي كمبيوتر ومن أول الأجهزة اللي نينتندو كانوا يسوونها. نينتندو كولر تي في كان سلسلة من الأجهزة اللي نينتندو كانوا يصدرونها في نهاية السبعينات اللي تعتبر من الجيل الأول للأجهزة الفيديو جيمز. أول موديل كان كولر تي في 6 اللي كان عبارة عن تنس أو بونغ، وكان في 6 أنواع للعبة تقدر تبدل بينهم. الجهاز طلع في سنة 1977. وثاني جهاز كان كولر تي في 15 اللي كان بعد تنس أو بونغ، ولكن هالمرة كان في 15 نوع من اللعب تقدر تبدل بينهم. هاي بعد طلع في سنة 77. وبعدين طلع نينتندو كولر تي في ريسينج 12 اللي كان عبارة عن سكان وتقدر تلعب لعبة ريسينج فيه. هاي طلع في سنة 78. والجهاز اللي قدامنا الحين هو نينتندو كولر تي في بلوك كازوشي او ترجمة بلوك بريكر اللي طلع في سنة 79. والاختلاف بينه وبين الاجهزة السابقة انه هاي بس وان بلاير فيه، ما في تو بلاير. واللعبة ما كانت تنس او بونغ، ولكن كانت بلوك بريكر اللي هي نفس لعبة اتاري بريك اوت اللي ستيف جوب وستيف وازنياك اخترعوها حق اتاري. ونفس ما تشوف هاي التحكم هني، وهاي اللي هني تغير الحبات اللي تغير اللعبة وتغير الصعوبة. الشيء المميز في بلوك كازوشي ان هاي من اول الاجهزه اللي شيجيري ميوموتو اشتغل عليها من عقب ما انضم الى شركه نينتندو. وسلسله اجهزه نينتندو كولر تي في كانت اكثر اجهزه انباعت من الجيل الاول. مجموع الاجهزه كامل يعني بكل الموديلات باعت 3 ملايين قطعه، وهاي كان عدد خيالي حق الجيل الاول طبعا اذا بنقارن مع الماجنوفوكس اللي باع بس تقريبا 300 الف جهاز، والاتاري بونغ بس قدروا يبيعون 150 الف جهاز، وسلسلة أجهزة كوليكو تيلستار بس قدروا يبيعون 1 مليون نسخة منهم. فهاي شيء حلو إن نشوف نينتندو من بدايتهم كانوا وايد ناجحين حتى قبل لا يشتهرون. مشكورين على المتابعة، لا تنسون تسوون لايك فيفرت اند سبسكرايب، وشكراً.